جميل، ويعني ندخل في صلب الموضوع اللي هي البرمجة الفنية للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي. اللي كيف ما كان يعني الفيديو شريط الفيديو تنتظم هذه الدورة من 14 جويلية 2022 إلى غاية 20 أوت 2022، وسيكون معناها موعد الافتتاح مع عرض للفنان الشاب المتألق عبد الحميد بوشناك في عرض يحمل عنوان عشاق الدنيا. العرض هذا سيقدم يعني لأول مرة، وهو عرض سيشارك ويساهم فيه العديد من الفنانين في مجال المسرح والسينما والموسيقى، ويعني واحنا سعداء جدا بهذا العرض، حيث نعلمكم انه وقعنا فات يعني تذاكر العرض الافتتاح، وهذا ان شاء الله يكون فاتحة خير على هذه الدورة. اما بالنسبة لدورة لاختتام الدورة 56 ستكون مع الفنانة المصرية النجمة العربية شيرين عبد الوهاب، وأي باعتبار أننا نعيش هذه السنة هي سنة الثقافة التونسية المصرية، لذلك تم الاختيار على أن يقع اختتام هذه الدورة بعرض مصري، ونلقاوش حسب اعتقادي فنانة عندها يعني الحضور الروحي، عندها جرس صوتي يعني جميل، وعندها حضور روحي أيضا ممتاز. هذه هي يعني العرض الافتتاح والاختتام. أما بالنسبة لبقية العروض، نقترح عليكم متابعة هذا الشريط الفيديو القصير اللي باش يكون فيه العروض التي سيتم تنظيمها بإذن الله في الدورة 56 من مهرجان قرطاج الدولي. مشروع مستوصف، حطوا الحجر الأساسي ومشوا. سمعت حكايتي يا الزنامي حسري ملوها جمارات وننسوها ننسات I said, I'm never going to be able to do it. I'm going to be able to do it.
دمع من عيني صار يدفى سبح الله يسبح الله يسبح اسمي بيني يا مسمي بيني